اكشن. دي فيكي، بنت مزه كده زي ما انت شايف وبتاعه، وبتبقى في المرحله الثانويه وبتروح المدرسه بتقضي يومها الدراسي، وبعد كده بتطلع على البوي فريند بتاعها، فبيقول له افا ذاكر جبر وبتاع، فبياخدها يروق عليها وبيذاكر لها جبر جدا بقى فاهم. وبعد كده بتسيبه وبتروح لباباها وبتاعه، وبنعرف ان باباها ومامتها منفصلين، وبنعرف ان هي عايشه مع باباها ومتعلقه بيه بس مش بتحب مامتها، ولكن هي مجبره يومين في الاسبوع ان هي تبات عند مامتها، فمامتها بتيجي بتاخدها وبتاعه، وبعد كده بيروحوا على بيت مامتها وبيبقوا قاعدين بيتعشوا وبتاعه ومش عارف ايه. وفيكي بتقول لمامتها ان هي عايزه تروح حفله، فمامتها بتقول لها مش هينفع الوقت متاخر، غير ان في الوقت دوت كان في جرائم اختطاف للبنات ومش عارف ايه وكلام من ده، فمفيش حفلات والوقت اتاخر مش هتروحي بقى. ففيكي بتقول لها حاضر مش هروح، ولما بتطلع بتغفلها وبتنط من الشباك وبتطلع على الحفله، وبتروح تروق على نفسها وبتاعه، وبعد كده وهي مروحه الوقت بيبقى متاخر ومفيش مواصلات ولا تاكسي ولا اي حاجه في الشارع، لحد ما بنشوف عربيه بتبقى ماشيه وراها وبتاعه، وبيعرضوا عليها ان هم يوصلوها. في الاول بتبقى خايفه منهم ومتردده وبتاع، بس في الاخر بتوافق، وبياخدوها عندهم البيت وبتاعه، وبعد كده بيعزموها على مشروب، ولما بتشرب المشروب اللي هم ادوهولها بتبدا ان هي تدروخ وبيغمى عليها، وبعد كده بيمسكوها وبيحطوها في اوضه وبيكتفوها في السرير، وبنعرف ان الراجل والست دول هم اللي بيخطفوا البنات وبيقتلوهم. وتاني يوم بنشوف مامي فيكي وهي بتكلم باباها وبتاع، وبتساله اذا كانت بنتهم رجعت له او كده، فلما بيقول لها لا فهي بتفكر بقى ان هي راحت باتت مع حد من صحابها وبتاع عشان هي ما رضتش توديها الحفله. المهم ان هي بتكبر دماغها عشان عارفه ان بنتها مش بتحبها. وبعد كده بنرجع لفيكي ومع الراجل والست اللي خاطفينها، والراجل بعد كده بينزل عشان يشوف مصالحه وبتاعه، وبيتبقى الست بس مع فيكي، وبتدخل عليها وبتحاول تفكها وبتاعه، وفي نفس الوقت بتعمل لها حاله رعب عشان ما تعملش اي ازعاج وتفضحهم. ففيكي بتبص كده بتلاقي ان في لعب اطفال عند دولاب كده في الاوضه وبتاع، فبتسالها بتقول لها ايه ده، فبتقول لها دي اللعب بتاعت عيالي وبتاع. ففيكي بتقول لها طب عيالك مش معاكي ليه، فبتقول لها عشان انا مدمنه مخدرات وبتاع، وجوزها بقى ايه بيحميهم منها وكلام من دوت يعني. المهم ان هي بتاخدها وبتهددها بالسكينه ان هي هتوديها دلوقتي تاخد حمام سخن، ولو طلعت صوت هتفرتقها، وبتطلع بعد كده تقعد معاها بره وبتجبرها ان هي تكتب رساله لامها وتقول لها ان هي تمام وبتاع. ففيكي بتقول لها انا اصلا كده كده في مشاكل بيني وبين امي، فانا لو بعت لها الرساله دي هتشك ان انا في خطر. فالست بتقول لها مالكيش دعوه واعمل اللي انا بقول لك عليه وبس. وفي الاخر فيكي بتكتب اللي الست عايزاه وبتاع، والست نفسها بتاخد الورقه عشان تراجع الكلام وتشوف هي كتبت نفس ما قالت ولا لا. وبعدها بشويه الراجل بيجي وبتاع ومش عارف ايه، ولما الست بتقول ان هي هتديها شاور بقى وبتاع ومش عارف ايه، فالراجل بيقول لا سيبيني انا اديها الشاور ده. ولما بيدخل معاها الحمام وبيقفلوا على بعض وبتاع، الست بتبدا ان هي تغير وبتبدا ان هي تخبط عليهم جامد وبتاع، فالراجل بيطلع بيفك دماغه عليها وبيديها بالقلم. المهم بيرجع الحمام تاني ومش بيلاقي فيكي، فبيقول لك بس البت هربت، وبيطلعوا يجروا على بره، ولكن بنكتشف ان فيكي لسه مستخبيه جوه الحمام، وبتطلع بعد كده بره على المطبخ بتاخد سكينه وبتبدا ان هي تتسحب واحده واحده على الباب، بس في الاخر الراجل والست بيمسكوها، وبتقعد تصرخ جامد وبتاع لحد ما في الاخر بيرجعوها على الاوضه وبيكتفوها في السرير تاني. في نفس الوقت بنشوف باب البيت بيخبط وبتاع، والراجل والست بيبقوا متوترين، والست بتروح تفتح وبتاع، وبتلاقي ان ده جارهم وبيفضل بقى يتعارك معاهم عشان صوتهم عالي وبتاع، فبتخش تجيب سكينه وبتقول له امشي، فالراجل بيطلع. وبعد كده بنرجع لابو وام فيكي وبنشوفهم وهم في القسم، وبيكونوا بيقدموا بلاغ عشان بنتهم متغيبه عن البيت بقى لها يومين، فالظابط بيطمنهم وبتاع، وبيقول لهم ان شاء الله هنلاقيها وانتوا روحوا، ولو حصل اي جديد هنبلغكم. وفعلا بنشوفهم وهم مروحين على بيت ام فيكي، وهناك ام فيكي بتبدا ان هي تدور في الاوضه وبتاع، وبتلاقي ان حاجتها كلها لسه موجوده اللي جت بيها، فبتبدا تتاكد بقى ان هي كده حصل لها حاجه وبتاع. وفي نفس الوقت بنشوف ابو فيكي وهو واقف قدام صندوق البريد وبيطلع الجواب اللي الست اجبرت فيكي ان هي تكتبه، وابو فيكي بيفضل بقى يلومها على اهمالها ومش عارف ايه، وان هي ما خدتش بتاخد بالها من بنتها من زمان، وبعد كده بيسيبها وبيمشي، وهي بتفضل قاعده في الشقه لوحدها بتعيط. وبعد كده بنشوف الست اللي خاطفه فيكي وهي في السوبر ماركت، وبتبقى مركزه قوي مع واحده شايله ابنها الصغير وبتاع ومش عارف ايه، فبعد كده بتسيب السوبر ماركت وبتروح عشان تتكلم في التليفون، وبتقعد تتكلم في التليفون شويه وتقريبا بتحاول ان هي توصل لعيالها، بس في الاخر بيبقى بدون نتيجه. وبنرجع بقى للراجل اللي خاطفها وهو بيبقى قاعد معاها لوحده هناك، وبيدخل معاها الاوضه وبيبدا ان هو يفكها عشان يغتصبها، وهي بتفضل تحاول معاه وبتاع لحد بتلاقي نفسها ضعيفه، فبتضطر ان هي تعمل حمام على نفسها، فهو بيقرف منها وبتاع وبيشتمها وبيسيب لها الاوضه خالص وبيمشي. وبعد كده الست بترجع البيت وبتاع، وبتحس ان كان في حركه غريبه، فبتشك ان هو عمل معاها حاجه وبتاع ومش عارف ايه، فبتروح على الاوضه بتاعتهم بتلاقي ان هو نايم عادي، وفيكي بتحاول توصل لها ان هو كان عايز يغتصبها وبتاع، بس هي بتكبر دماغها
دماغها وبتطلع تشرب سيجارة في البلكونة. وبعد ما بتخلص السيجارة بتاعتها بتدخل تاني وبتفتش في الحاجة بتاعت فيكي، وبتطلع المذكرات بتاعتها وبتاع، وبتلاحظ ان هي شايلة امها من كل الصور اللي متصورها معاها، ومعظم الصور بتبقى مع ابوها بس. وبعدها بتقفل المذكرة بتاعتها وبتدخل لها جوه وبتقعد تتكلم معاها وبتقول لها ايه اللي حصل وانا مش موجودة هنا وبتاع. ففيكي بتقول لها ان هو حاول يغتصبني ومش عارف ايه، وكمان بتحاول تقول لها ان هو مش بيحبك وبتاع، وان هو لو كان بيحبك ما كانش هيجيب بنات صغيرة عشان يغتصبهم والكلام ده. وبتحاول تقنعها ان هي ابوها غني جدا، وان هي لو سابوها ابوها هيديها اي فلوس هم عايزينها. فالست بتسمع الكلام ده ودمها بيغلي شويه وبتاع، فبتروح جايه حاطه شويه ميك اب وبتاع، وبتخش على جوزها وبتروح تقول له ايه اللي انت كنت عايز تعمله بقى وانا مش موجوده في البيت وبتاع، وان انت كنت عايز كده مع البيت وبتاع. فبيقول لها شش قبل اي كلام كده بس روحي ايه الغساله كده بس افتحيها. فبتقول له ايه لا بس روحي الغساله كده افتحيها. فاول ما بتفتح الغساله بتشم ريحه زي ما انت شامم كده فاهم. فبيحكي لها بيقول لها هو بقى انت بتقولي كنت عايز اغتصبها، انا كنت داخل عشان هي عملت حمام على نفسها وانا بقى ايه غيرت لها وبتاع ده بدل ما تقولي لي شكرا يعني ان انا بقوم بواجبك. وقعد بقى فاهم يجيبها سكه ويقلب الموضوع عليها بقى والشويتين دول. وبعدها هي بتقول له بص عشان انا ارتاح من جوايا بقى فاحنا ايه نقتلها ونخلص منها ونجيب غيرها. وفيكي بتبقى سامعه كل اللي هم بيقولوه، فبيقول لها لا لسه شويه كده احنا لسه ما بقالهاش يومين معانا ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده. فبتقول له ماليش دعوه اقتلها ومش عارف. قال لها بصي احنا هنخش دلوقتي جوه الاوضه ونشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. وبعد كده بيخشوا الاوضه عند فيكي وبيقفلوا كلهم على بعض. ايه اللي بيحصل بقى الله اعلم. وبعد ما بيخلصوا معاها الراجل بيطلع على الغابه وبيحفر القبر بتاعها عشان بيقرر ان هو يقتلها. وايفا بتبقى قاعده لوحدها مع فيكي في البيت. وبعد كده بنرجع لام فيكي وهي بتكلم البوي فريند بتاع فيكي في التليفون وبتقول له ان هو يجي وبتاع ومش عارف ان هو عايزاه ضروري. ولما بيجي بتدي له الرساله وبتاع، وبيعرف من الرساله ان هو كان في اسلوب بيذاكره بيه زمان وده عامل زي شفره. فبيفهم من الشفره اللي مكتوبه في الرساله ان هي قاعده في عنوان معين، فبياخدوا الجواب بالشفره اللي مفكوكه بيه وبيروحوا للحكومه وبتاع. انا عايز حق اي حكومه عرفت مكان بيتي. فطبعا بيقول لهم الحكومه انتوا جايين تلعبوا بازل هنا، ما هنا مفيش الكلام ده. وبنرجع تاني على البيت اللي مخطوفه فيه فيكي وبتاع، وبنشوف ان الراجل اتعصب على الكلب بتاع مراته وبيقعد يضرب فيه لحد ما بيقتله. ومراته بتبقى بتعيط ومقهوره جدا لانها كانت بتحب الكلب بتاعها قوي. فبياخد الكلب بتاعها وبتاع وبيحطه في العربيه وبيروح يدفنه. وبعد كده بيرجع يراضيها شويه وبتاع وبيقول لها لو عايزانا نقتل فيكي دلوقتي يلا بينا. في نفس الوقت ده باب البيت بيخبط عندهم والراجل بينزل يفتح، وبيكتشف ان هو واحد صاحبه كان عايز منه فلوس قبل كده وبتاع. وفي نفس الوقت ده بنشوف ام وابو فيكي والبوي فريند بتاعها وهم في الحي دوت، بس بيخبطوا على الشقه الغلط. فالشقه الغلط اللي بيخبطوا عليها بتطلع ست عجوزه كده مخرفه وبتاع، المهم ان هي بتكرشهم. في نفس الوقت ام فيكي بتبقى ماشيه في الحي وعماله تنادي على بنتها باسمها وهي بتعيط وبتاع، والراجل اللي خاطفها بيبقى باصص عليها وبتاع وفاهم كانه زيه زي اي حد يعني. وفي نفس الوقت ده جوه مرات الراجل بتحاول ان هي تدي فيكي حبوب مخدره كتير عشان تموتها، وفيكي بتفضل تستفزها وبتاع ومش عارف ايه، لحد ما في الاخر الراجل بيجي لفيكي وبيضربها وبيخنقها لان هو كده كده كان اصلا هيقتلها. ولكن بتيجي مراته من وراه وبتقتله هو، وبتحرر فيكي وبتخليها تمشي. في نفس الوقت ده بيكون اهلها فقدوا الامل ومشوا بالعربيه وبتاع، وفيكي وهي طالعه اهلها بيشوفوها في المرايه بتاعه العربيه وهي بتشاور لهم وهي تعبانه وصوتها اصلا مش قادره ان هي تطلعه. وبس بقى زي ما قلت لك ان هم بيلمحوها في المرايه وبيرجعوا لها تاني، وكالعاده طبعا النهايات بتبقى سعيده وبيحضنوها بنتي حبيبتي وحشتونا وبتاع والكلمتين دول. وعشان النهايات سعيده وانا بروق عليك فروق علينا كده بلايك سبسكرايب فعل زر الجرس اتفرج على اللي فات استنى اللي جاي بتاع. برضو الفلوهات بتاعت كل مره بتاعت الراب دي فاهم يعني. خلاص انا كده في المنافسه بقى ايه مع ويجز ومع بابلو ومع مروان موسى بقى وابيو فاهم وابو الانوار والمكسيك والكلام ده. فانا داخل السين خلصانه، انا في السين مانيش داخل السين، لا انا بجرب سكه جديده. كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.